لو ماشي في انجلترا وقابلت ثعلب في الشارع ما تقلقش خالص، الثعالب منتشرة في كل حتة في بريطانيا لأنه اتمنع صيدها من زمان، وبالتالي فهي بتتكاثر عادي وعايشة مع الناس في الشوارع زي كده الكلاب والقطط اللي موجودة في الشارع عندنا في بلادنا. بتقدر الإحصائيات إن في 16 ثعلب من نوع الثعلب الأحمر موجودين في كل ميل مربع من مساحة بريطانيا، فإن أنت تقابله في الشارع ده أمر طبيعي، ولكن ما تخافش منه لأن هو متعايش مع الناس، ولكن احذر بالليل وانت سايق لأن ممكن تدوسه بالعربية بالغلط.